حصريا البرنامج الساخر الأقوى والأقدم موسم السابع الدور الرابع شقة 9 في الوطن العربي. هارب من الحدود التي افترست أصدقائي محمود درويش مفتتح بني آدم شو ده احنا في قهر بقالنا 30 سنة وهو عنده 28 سنة مع الساخر النجم أحمد آدم. حاول تكتب كده مثلا افتتاح المشروع الفلاني. مشروع ايه مغيب يا عبيط؟ إقالة مسؤول فاسد. دي مش إقالة يا أهبل. بحبك يا مراتي. دي مش مراتك يا عبيط. يا مطبلاتي يا عبيد البيادة، يعني المساعدة بتاعت الفجل يعني اللي بتحب السيسي ديت بتطبل للسيسي يعني إيه؟ عايزة تبقى وزيرة الفجل يعني؟ أسهل حاجة في الدنيا إن أسودها في وشك. أنت ضعت هاد منك الولد. قطر طلعت أكبر دولة في الوطن العربي وجيش ترتيبه الرابع في العالم بعد أمريكا وروسيا وبرشلونة. دي قناة ده أنا طش تمي أوسع منها. ما كناش نعرف إن طش تمك واسع قوي كده يعني. مصري وإحشان مصري فوخان. بتكلم بجد بقى بالنسبة لحكومتنا الجميلة برضه، يعني عاملين خطة ماشيين عليها ولا عاملين محشي ورق عنب ولا إيه؟ أنا بسأل الناس اللي مبلطة في الخط. What about your system, sir؟ لما لقوا سمك ميت في مزرعة في محافظة البحيرة، وزير الصحة طلع قال تصريح عبقري، السمك مش ميت يا جماعة، السمك مدروخ. شربتوا مية بسكر؟ انتوا ايه بترموا للسمك حشيش في المية؟ محدش يقول لي هرموت، أنا تمساح. بني آدم شو مع الساخر النجم أحمد آدم. بيقول لك أنا ما عنديش حل لمشكلة الدروس الخصوصية. أعمل إيه؟ أعمل فراخ بنين. والله حرام اللي بيتعمل في عيالنا جوه المدارس، بيكتبوا اطلاقا بالنون، اما في الانجليزي بقى واتس يور نيم تو اج. بني ادم شو الموسم السابع غدا 11 مساء حصريا على الحياه. بجد الشتيمة على الشاشة وفي خلق عملاء وبكاشة هيحصلوا حياة وعكاشة من غير كاميرات الإشعاع في الإشعاع.